أيها الناس، أيها السادة والسيدات، قد يتساءل متسائل لماذا يكون للعمل الاجتماعي كل هذا الأثر، ولماذا تكون له كل هذه الأهمية؟ والجواب: لأن ميادينه واسعة، لأن ميادين العمل الاجتماعي واسعة لا تقع تحت حصر، ولأنه يجسد الخير بمفهومه الواسع ومعناه الكبير، والخير هو سبيل الفلاح. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ناهيكم أن مكانة العمل الاجتماعي في ديننا تشمل النوافل والفرائض، فالمسلم الصالح